ده برضو يعني بالنسبه للنادي. طب لما تمسكوا بيك بقى في نادي المنصوره وهتطلعوا دوري ممتاز، دوري الممتاز بقى وفرحه الصعود للدوري الممتاز، وكان وقتها الجيل بتاع المنصوره وقتها كان مين يا كابتن بدير؟ يعني احنا كنا الجيل الذهبي بقى، اجيب لك بقى من تحت واحنا طالعين لفوق كده السبوحي وابراهيم كوان ده حراس مرمى، وعندي عندك ثروت فرج لعيبه الكبار، وانا والهادي، وكان الله يرحمه وجد وزلي زمان، وبعدين كان في الشال نص ملعب، كان استاذ في نص الملعب، وبدأ حموده دولي، بدأ حموده وسعد السليط الله يرحمه، سعد السليط والبابلي، والبابلي واحمد شاكر، واحمد شاكر وابو الصباغ. انا خايف لانسى حد يا طه رقبتي، جيل ذهبي. كان جيل، كان جيل جيل كده يا كابتن. كان يعني احنا اتذكر يوم ما كسبنا الاهلي هنا عندنا اتنين، كسبنا الاهلي، وكان الاهلي بقى الجيل الذهبي بتاعه. كانت الدنيا، كانت الدنيا كانت هنا ايه، افراح في المنصور. ليه؟ لان كان بيني وبينك كابتن اسامه كانت المواهب كبيره يا كابتن. كره الشراب والكره في الشارع، كانت المواهب اكتر من دلوقتي. مواهب، وكان في طموح وانتماء عالي. حلو قوي حته الانتماء للانديه دي. اتذكر يا كابتن اسامه باللعب الترسانه في الترسانه، احنا الدوري ممتاز وكسبانين 1-0، وانا خدت واحده من تحت تك 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 لقدام لقدام، ورحت جت في بطن العارضه وطلعت، وعينك ما تشوف الا النار. انت عارف حصورنا كام؟ 7-1. كابتن الشاذلي الله يرحمه، مصطفى رياض، كابتن مصطفى رياض، لا كان نجوم، وكابتن الحمالاوي وحسن علي، لا كانت نجوم. كان نفسكم بالجيل بتاع المنصورة، الجيل الذهبي، الجيل الكبير ده كابتن بدير، تحققوا بطولة؟ خاصة يعني الأسماء دي كلها كان على الأقل 8 و9 و10 موجودين على طول في منتخب مصر. أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا كنا يعني كنا قريبين جدا إن إحنا نلعب نوصل نهائي كأس مصر. بس المباراة خرجتوا من الأهلي قبل النهائي في العودة. ما هو تعادلنا هنا، والعودة كانت هناك، خسرنا 1-0. ده كانت قريبة، لكن برضو مع الاعتبار ان الفرق التانية كانت كلها نجوم يا كابتن. كل الفرق سامة. جامدة كل الاندية. وبعدين ايه ده 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 جمعيات، صورة جماعية مش فردية زي دلوقتي. يعني دلوقتي تلاقي فرد او اتنين او تلاتة مميزين، لا كان على مستوى الفرق كلها. طب قول لي كان الجيل في الاهلي كان مين وقتكم؟ لا كان في اكرامي وثابت البطل الله يرحمه، وكان في فتحي مبروك، وفي احمد عبد الباقي، وفي مصطفى يونس، وفي مال امام، وفي طار الشيخ، وفي محسن صالح، النادي الاهلي والخطيب، الزمالك، لا الزمالك، حسن شحاته، وفاروق جعفر، وعلي خليل، وعادل مأمور، ومحمد صلاح، نجوم برضو، ترسانة والإسماعيلي، كله نفس الكلام، كله نجوم. كانت العلاقة حلوة لما كنتوا بتقابلوا على طول في منتخب مصر. ده كانت الميزة بقى. الميزة إن إحنا كان الفرق كلها على اتصال ببعضها. يعني علاقات شخصية كانت فيها تواصل، كان بتزيد أكتر لما بنتجمع في المنتخبات. يعني بنتجمع، كان معظمنا في المنتخبات بيبقى الروح حلوة وجميلة. وطبعا انت عارف كان ايامينا يعني في حته الاخلاص كده، وفي حته صاحبي، وكنا نخلص في الصيف في الاجازات نروح نزور بعض، سواء مسعد نور الله يرحمه في بورسعيد، سواء هنا في القاهره نروح للكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى، نروح النادي الاهلي نقعد ونشرب شاي، ومصطفى عبده النكته والكلام الحلو. هنسمع دلوقتي حكايات الكابتن مصطفى عبده الحلو.